أهلا وسهلا بكم متابعينا في اليوم الثاني من WFAS 2022. معنا المهندس فارس أبو ياغي اللي هو دايركتور في شركة هواوي. مبسوطين كتير باستضافتك اليوم، شكرا كتير لوقتك. أهلا فيك سيدي. حابين نسألك في البداية، هواوي بنهاية السنة الماضية وبداية هاي السنة عملت شيء جديد، قدمت شيء اسمه هواوي ديجيتال باور، دمجتوا فيها أكثر من لاين بزنس مع بعضهم، فحابين نعرف انه هذا الدمج انكم تجمعوا مثلا سولر مع داتا سنترز مع باور كلكم يكونوا موجودين في بزنس لاين واحد، شو الفائده والفاليو اللي بتقدموها للكاستمرز لما بتعملوا هذا الدمج؟ شكرا لك اول شيء. هلا هواوي كشركه عندنا very many consumer lines. في عندك اللابتوبس الكونسيومر بزنس، عندك ال5G، وعندك الانتربرايز بزنس. هلا اخر سنه اكتشفنا انه الطاقه او الديجيتال باور بالذات لها مستقبل كبير، وصار في فوكس على الديجيتايزيشن بالشركه. عم نجيب الباور الكترونكس مع الديجيتايزيشن، نربطهم مع بعض عشان شايفين انه ذا فيوتشر راح يكون او المستقبل راح يكون مربوط بالطاقه. الدنيا عم بتزيد، عندك الاي بي تشارجز عم بتزيد، الديجيتال باور نفسه رح يتكون من عدة مجالات. حلو. فمنه عندك الطاقة المتجددة، احنا بنبيع السولار انفرتر وبنبيع الترانسفورمرات للسولار انفرترز، وبلشنا جديد نشتغل مع البطاريات، واخذنا اكبر مشروع في العالم بالبطاريات بهذا المجال. وعندك بلشنا بالداتا سنترز. ليش الداتا سنترز تابعة لنا؟ لانه الداتا سنتر 60% من الداتا سنتر الاوبريشن تاعها يشكل من الطاقة. It's a very consuming, energy consuming business. ومنها تحت برضو تحت الديجيتال باور بلشنا بالإي في تشارجرز وكل إشي تابع للسيارات. حلو. والباور موديوس بهذا المجال. حلو، يعني عندكم turnkey solution كنت أدموه كامل لمدينة ذكية بوجود أكثر من تكنولوجي بتقدر تقدموها مع بعض ويكون متوافقة مع بعض بشكل كبير. صحيح، إحنا عندنا حتى يعني الديجيتال باور بيساعد ديفيجن تاني عندنا بسمارت سيتيز. حلو. فرضنا عندنا شركه تحت الهواوي اسمها سمارت سيتيز، نعمل كومبليت سمارت سيتي، والديجيتال باور هي بتعمل السبورت للسمارت سيتي. فرضنا واحده من المشاريع اللي اخذناها ركبنا ال5G بالسمارت سيتيز، بعدين عملنا السايت باور اللي هي تو باور اول ذا سيتي وذ ذا كوميونيكيشن تابعه لها. حلو، اول اكويبمنت من هواوي، يعني كله 100% كل البرودكت رينج. حلو. نعم. حلو كثير، شكرا. انك ذكرت موضوع الانرجي ستورج، اكبر مشروع في العالم. نحن قرينا بالاخبار في نهايه السنه الماضيه انكم وقعتوا عقد على 1300 ميجا اور انرجي ستورج سولوشن موجود في السعوديه. نعم. ممكن تحكي لو سمحت شو هو الابلكيشن، شو استخدام هيك نظام تخزين طاقة كتير كبير، وكيف هو بيساعد على تحقيق أهداف المملكة برؤية 2030 لو سمحت؟ هل أنت بتعرف أنه العالم متجه بالطاقة المتجددة؟ عندك قمة باريس للمناخ هي أول زي ما تقول توقيع عالمي أنه متجه بهذا الاتجاه. فالسعودية عندها الـ 2030 فيجن اللي هي بتصير كاربون نيوترل، والريد سي بروجكت هو أول مدينة كاملة اوف جريد اللي هي باورد باي رينيوبل انرجي. في عندك السولار باور رح يكون حوالي 400 ميجا، وعندك الطاقة التخزين او طاقة تخزين الطاقة البطاريات رح تشكل حوالي 1300 ميجا وات اور. هاي رح تعمل باورينج لكل المدينة اللي هي رح يكون فنادق زائد سكنية. حلو. هي مدينة كاملة جاي منفصلة، بس راح تكون كليا اوف جريد المدينه كلها اوف جريد وكلها باورد باي رينيوبل انرجي. في نيد هيفي باتريز عشان تو كفر اول ذا كونسامبشن. والحمد لله واحده من الشغلات اللي قدرنا نسويها بهذا الموضوع البطاريات. احنا بهواوي صرنا بنشغل بطاريات 10 سنين من الموبايلات، بطاريات سيلز، وي ار ون اوف ذا لارجست كونسيومر تاع الباتري سيلز. حلو. فشو عملنا بالباتري بالذات؟ نزلنا وي فولو ذا سيم كونسبت تاع السترينج انفرتر بالباتري، بس صار عندنا البي سي اس صغير زي السترينج 200 كيلو وات، بعطي افيلابيلتي اكثر. والبطاريات نفسهم قدرنا نعمل فيها اوبتمايزيشن على كل الليفلز من الليفل باك راك وستاك، فقدرنا ناخذ ماتش مور باور
من البطارية و giving it to the city. فال discharge level وال charge level it's a new way of looking into the batteries. طلع عليها. فالحمد لله توفقنا بالمشروع وأكبر مشروع بالعالم 6 أضعاف أكبر مشروع حاليا. واو ما شاء الله. حلو شكرا كثير لك فارس. بدي اسالك سؤال بونص هيك صغير بالاخير. شو اللي بحمسك تشتغل هيك مع هواوي؟ شو اكثر شيء بحمسك صراحه؟ يعني الشركه قويه وعندك اذا بتطلع على الشركه الار ان دي تاعها احنا الشركه 190 الف موظف. حلو. 54% منهم بالار ان دي. واو. اخر 10 سنين هواوي حطت قريب ال 100 مليار دولار ار ان دي لحالها. حلو. يعني البرودكت لاين قوي وكل سنه عم نشوف إشي جديد. حلو. فتحمس انت يور بارت اوف ذا فيوتشر يعني. صح. حلو. والله ما في احلى منها اكيد بالذات لما بيكون جرين فيوتشر. yes. مستقبل نظيف ان شاء الله. شكرا كثير لك فارس على استضافتك لنا اليوم. بتمنى لك نهار سعيد. شكرا سيري. شكرا حبيبي. مشكورين لمتابعتكم.